سي مختار خلينا نحكيوا على مش المستوى الثقافي الكورة الكورة هو اعطى الشهائد نتاعه وقتها وقت اللي سمعناها على الكورة انت شعب منها يا شختي اعطاها فين اعطاها هو عدى امتحان جملة في حياته عايش شخص اسمعني إذا كان مش حاب يتوجه الكلمتين هذوما واش راهم عند إنسان آخر معايا ما يتوجه ما يتوجهش يعني هو السيد شكون اللي يوجه فيك يا سي المختار ما فما حد راهو يوجه فيك مانيش نوجه فيك أنا نعطي فيك في شنو هو قال هو قال يقول لي هب هو أنا شنو نقول لك هو السيد هذايا وإذا كان هو يسمع فينا ولا وصلوا له يجاوبني على السؤال هذا وقتاش عدى الدبلوم تاع توازن دوغري وقتاش وكيفاش خلاه توازن دوغري والكافأة شكون عطاهم له مختار تحسش مختار ويقول لي فين عند الامتحان هذا انا شابو با نقول له يا مخ نحن توا قاعدين راهو الجمهور التونسي معناه قاعد يلوم على البطوله نتاعنا كيفاش طايحه كيفاش العنف هو العنف في الفيسيريت والعنف في البلاتويت حتى انتم معناه قامات في الفوت وفي الرياضه راهو حتى معناه المستوى المتدني نتاع الحوار نتاعكم يا سي حاتم انا نقول لك انت تقول لي انا مخرج كبير في الروايات وفي الواحد كي نقول لك وريني شهادتك نولي سبيت مكتب تقول لي ها مش هيدي ها وين خيط ها وش عملت مش تسبني شكرا باهي شكرا باهي مخ انا قلت له انت ما عندكش المؤهلات العلميه مش تكون عندك توازن دوغري يعني الكافاه باهي كيفاش خليت الكافاه اذا كان مش طارق عطاها لك كوزير ومن حالك اللي انت من غيرك باهي شكرا باهي قل لي مين خليت الدبلوم انت وغيرك واضح يا سيدي شكرا مختار انا خليت دبلومي بقاعدي انا قريت تونس كلها هو جاهل ما ينجمش يكتب اسمه ما ينجمش على الجملة يكتبها واضح يا سي المختار واضح حابين ناخذ زاد كيف ردك انت على الكلام هذايا اللي تقالوا اكيد باش نزيدوا ناس معوك اكثر من هكا تسمع ردي انا اكثر من هكا لا من خارج وبلاش حوايج بيه. دنيا بيردة مختار ان شاء الله يضم الثقة يرحلوا من البلاد هذه يعطيك الصحة سي المختار على المداخلة متاعك ميرسي بوكو ان شاء الله نهارك زين في الامان